الحمد لله رب العالمين يا رب. استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا. اللهم فك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا كان رمضان نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى وقال: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر. أيها الإخوة الموحدون، رمضان خمسة أحرف: الراء والميم والضاد والألف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم من رمضان مغفرة، والضاد من رمضان ضمان للجنة، والألف من رمضان أمان من النار، والنون من رمضان نور من العزيز الغفار. إذا كان رمضان نادى مناد من قبل الواحد الديان: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر. رمضان خمسة أحرف: الراء والميم والضاد والألف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان من النار، الألف أمان للجنة، الضاد ضمان لك لا تدخل النار، الألف أمان لك تدخل بها الجنة، النون نور من الله العزيز الغفار. من الرقيب؟ من القريب؟ من الحسيب؟ من المجيب؟ من الغني؟ من الولي؟ من الغني؟ من الولي؟ من العلي؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الحسيب؟ من المجيب؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الأحد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من وحد الواحد. الله 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 الله
الله الله الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل يا الله. إذا كنت في شدة فقل يا الله. إذا تنكر لك الناس فقل يا الله. إذا مرضت فقل يا الله. فقل يا الله. إذا سألت فقل يا الله. إذا استعنت فقل يا الله. إذا توكلت فقل يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله يا إلهي. إلهي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الأمة الإسلامية بقدوم رمضان فيقول: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير وتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زالتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هدت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الأعزاء، إلى أين؟ إلى حبيب الله محمد. ومن أين؟ من مدرسة محمد. ومع ماذا؟
ومع الدرس المتم 70 بعد 100 تعالوا بنا الى سيد الخلق وحبيب الحق. نسأله فيجيبنا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اين وضعت هذه الاية الكريمة؟ وضعت بين ايات الصيام، بين قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، وبين قوله جل جلاله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. لماذا وضعت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ يجيب على هذا السؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمع معي قول الحديث: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الامام العادل، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. الامام العادل، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها المولى جل جلاله ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة الامام العادل. وليس المقصود بالامام هنا امام الصلاة، انما المعنى اشمل واوسع وارحب. فما من انسان يلي امر عشرة من الناس اذا كان واليا على عشرة جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه، وتظل اليدان مغلولتين الى العنق حتى يفكه العدل او يبقه الجور. ان كان عادلا فك الله قيده، وان كان جائرا ظالما ظل مقيدا بالاغلال الى جهنم. فكل من ولي امر عشرة فهو امام مسؤول. بل يرحم الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرج من البيت ذات يوم فوجد ابنه الصغير في يده قطعة من البرنس، قطعة نقدية من البرنس، فسأل عمر ابنه: من اعطاك هذه يا بني؟ فقال له: يا ابتاه، عامل بيت المال. فاخذ عمر ابنه الى عامل بيت المال وقال له: يا هذا، انت الذي اعطيته هذه القطعة من البرنز؟ قال: نعم يا امير المؤمنين.
قال له: بأي حق أعطيتها إياه؟ وقامت قيامة عمر، وزلزلت الأرض زلزالها، وقورت الشمس تكويرا، وتبعثرت القبور تبعثرا، واقتهرت السماء وأرعدت رعدها، لأن ابن عمر في يده قطعة من البرز. لماذا اعطيت ابني هذه القطعة يا هذا؟ قال: يا امير المؤمنين، جربت الاموال فوجدتها ذهبا وفضة، ولم اجد برنزا الا هذه القطعة، فاردت ان اتخلص منها فاعطيت ابنك اياها. فماذا قال عمر؟ بكى عمر وارتعد وقال لعامل بيت المال: هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام الا بيت عمر بن الخطاب؟ يا الله يا الله، هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر؟ هل بحثت عن أطفال المسلمين فلم تجد طفلا يستحق الحرام الا ابن عمر؟ يا هذا يا هذا، خذ القطعة وضعها في مكانها، فالذي بعث محمدا بالحق لو عدت اليها مرة اخرى لوقعت بك مصيبة تقسم فقار ظهرك. الامام العادل، دعوة الامام العادل مستجابة، دعوة الصائم مستجابة، ولذلك اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى وهو يبشر الصائمين فيقول: ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. اذا اذنت المغرب فاعلم بان الله قد فتح امامك ايها الصائم ابواب القبول. ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فكيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اذا وجب الافطار يدعو الله فيقول: اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. هذه كانت دعوة الحبيب المصطفى: اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى.
فعلى اي شيء كان الحبيب محمد يفطر كان يفطر على رشفات من اللبن، فاذا لم يجد اللبن افطر على وتر من التمر، فاذا لم يجد لبنا ولا تمرا افطر على بعض رشفات الماء، اذا لم يجد اللبن ولم يجد التمر افطر على ماء، ودعا الله بدعوته المحبوبة. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا ترد. ولذلك جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام، بين قوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ايها الاخوة الاعزاء، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. هذه الآية من خصائص الألوهية، من خصائص الربوبية، فاذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله. ايها السادة الاعزاء، من الواحد؟ من المجيب؟ من القريب؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. فإني قريب، فإني قريب. ولكي يستجيب الله دعاءنا لا بد أن يكون مأكلنا حلالا. لقد قال الحبيب المصطفى لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في بطنه فلا يقبل الله منه دعاء، ولا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. لكي يستجيب الله دعاءنا لا بد ان يكون مطعمنا حلالا، ولا بد ان نبتعد بكل جوارحنا عن المعاصي. اشتدت الحال على عهد موسى عليه السلام واجذبت الارض ولم تمطر السماء، وجمع موسى بني اسرائيل
وصلى بهم صلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، فقال موسى يا رب صلينا صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر، لماذا يا ربي؟ فأوحى الله إلى موسى، يا موسى إن من بينكم عبدا عاصيا. فماذا يفعل الكليم؟ قال يا بني إسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليفارقنا لينزل الله المطر. فلم يخرج أحد. فماذا يفعل موسى؟ إن العاصي لم يخرج، إن العاصي لله لم يغادر الصفوف، وموسى لا يعلم الغيب، موسى لا يعلم من هو العاصي ليخرجه. واذا بموسى يعيد الصلاة مرة اخرى، وبعدما سلم التسليمتين انزل الله المطر مغزارا ومدرارا ومكثارا. فعجب موسى وقال يا رب امطرت السماء ولم يخرج العاصي فكيف؟ فأوحى الله اليه يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. تاب تاب العاصي، تاب العاصي، وتاب الإله عليه، تاب العاصي. أصبحت بيت الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من اذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالاحسان، وجاد بالاحسان. اصبحت بيت الله، اصبحت بيت الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، على الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من اذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح، ستر القبيح وجاد بالاحسان. يا موسى، يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. قال موسى يا رب اريد ان اعرف من هو، اريد ان اعرف من هو. فقال له الحليم الكريم يا موسى فطرت عليه وهو عاص، فكيف اذبحه بعدما تاب اليه؟ سترت عليه وهو عاص، وهو عاص سترت عليه.
كيف اصدحه بعدما تاب الي. يا الله يا الله، سترت عليه وهو عاصي، كيف افضحه بعدما تاب الي. يا من له علم العيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم الفتاح. لقد سترت علي وهو عاصي، كيف افضحه بعدما تاب الي. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الحبيب المصطفى ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وبلغنا مما يرضيك امامنا. ايها الاخوة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هناك حيث الحبيب محمد الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، لو جاء الى بلادنا ضيف من الكتلة الشرقية كخرشوف، او من الكتلة الغربية كريتشارد نيكسون او كارتر، فان البلاد تحتفل وتتزين لقدوم هذا القادم، وتقام اقواس النصر، ونحن الان على ابواب ضيف لا اقول قادم من الكتلة الشرقية ولا الكتلة الغربية، انما هو ضيف قادم من قبل الجبار جل جلاله. ضيف كريم على الله، رمضان، فلماذا استقبلناه؟ ماذا اعددنا لرمضان؟ رمضان الراء منه رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان لدخول الجنة، والالف امان من النار، والنون نور من الله العزيز الغفار. ماذا اعددنا لرمضان؟ هل استحيينا من الله واغلقنا الخمارات؟
ماذا أعددنا لرمضان أيها المسلمون؟ ماذا أعددتم لرمضان يا حكام المسلمين؟ هل يستوي رمضان مع فتح الخمارات؟ هل يليق هذا برمضان؟ هل يليق برمضان ان تفتح ابواب الخمارات؟ هل يليق برمضان ان تفتح نهاد القمار؟ هل يليق برمضان ان تخرج النساء سافرات عاريات يحاربن الله من فوق سبع سماوات؟ ماذا اعددنا لرمضان؟ ماذا اعددنا لك يا رمضان؟ اعددنا المهازل، اعددنا المخازي، اعددنا المآسي، اعددنا الفواسير، اعددنا الملحد صلاح جاهين، اعددنا شوكار، اعددنا ملي ليفطر الصائمون على ملي ويتطهروا امام شوكار، وتندلق الاصوات وتنطلق المنكرات حتى ونحن على موائد الافطار في ساعة الاجابة. يا ايها المسلمون، ان هذا لا يليق برمضان ولا بحرمة رمضان. اين سيرة الحبيب محمد؟ اين سيرة محمد؟ اين سيرة ابو بكر؟ اين تاريخ عمر؟ اين تاريخ عثمان؟ اين تاريخ علي؟ اين تاريخ خالد؟ اين سعد بن ابي وقاص؟ اين ابو ذر؟ اين ابو ذر؟ اين سلمان؟ اين ابو الدرداء؟ اين اصحاب الحبيب محمد؟ ان الذين يشرفون على الاعلام في بلادنا لا يعرفون لرمضان حرمة ولا يعرفون للمسلمين كرامة. ان الذين يضعون البرامج عندما يضعونها بحيث اذا اراد الصائم ان يفطر ينشغل بالاعلام عن ذكر الواحد الديان. فبعد العصر وفي ساعة يكون الصائم فيها متوجها الى الله، بعد العصر من رمضان حلم يزاع. وما ادراك ما افلامنا وما اقلامنا؟ فيلم توزع فيه القبلات والمنكرات والمحرمات ليملأ الصائم عينيه ويملأ قلبه بما يشغله عن توحيد ربه. فاذا ما اذنت المغرب كان الواجب ونحن على موائد الافطار ان نستمع الى قرآن كريم يتلوه علينا هذا المرتل العظيم الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وهو يقرأ من سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخيل إليك وأنت تسمعه كأنه يسبح بك في رياض الجنة. أهذا أولى أم شوكا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أهذا خير أم ملي؟ أخبرني أحد المسلمين أنه ذهب إلى إحدى قرى مصر في رمضان ليصل رحمه وذهب إلى المسجد ليصلي وبعدما صلى الإمام العشاء بالمصلين نظر في ساعته وقال للمصلين لقد حان موعد المسلسلة فهيا بنا إلى القهوة حتى لا تفوتنا الحلقة. وإذا بالإمام يجري والمصلون وراءه يجرون. هكذا تريد الدولة، هكذا يريد الإعلام، هكذا يريد المفسدون، هكذا يريدون بالمسلمين. يا أيها المشرفون على الإعلام، إذا أردتم أن تحتفلوا بقدوم رمضان فإن احتفالكم أن تغلقوا أبواب الإذاعة والإعلام، فإن في سكوتكم احتفالا برمضان. لسنا في حاجة إلى أفلامكم ولسنا في حاجة إلى أقلامكم، لسنا في حاجة إلى محرماتكم. أغلقوا الإذاعة طوال رمضان وأغلقوا المستديون طوال رمضان ودعوا المسلمين مع ربهم في صمتهم وفي سكونهم. يا ليت الأيام التي قد مضت تعود، ليتها تعود أيام كانت بيوت المسلمين تسمع لها في رمضان دويا بالقرآن كدوي النحل. أين هذه الأيام؟ أين هذه الأيام؟ أين الأيام التي كانت البيوت عاكفة فيها على توحيد الله وعلى ذكر الله؟ ضاعت، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا غيا. وإلا فخبروني بربكم مناحم بيج ينقل العاصمة إلى مدينة القدس فتصبح مدينة القدس مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل وفيها المسجد الأقصى، فيها أول القبلتين وفيها ثاني الحرمين، فيها مصر رسول الله، تصبح عاصمة لإسرائيل. فما موقف المسلمين من هذا؟ لا شيء، لا حياة لمن تنادي، بل إن المأساة والملعاة أنه يوم انتصر الأهل على الزمالك إذا بأحد المواطنين يطلق النار من مسدسه ابتهاجا بانتصار الأهل فتصيب الرصاصات طفلته الصغيرة وتموت الطفلة
تموت فداء للأهل. يا ليتك أطلقت الرصاص على إسرائيل. واقم الصلاة. اقم الصلاة عليها رجالة. شوف سيدنا النبي بيقول لي بيقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الله وسلسلة الشياطين ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير ابشر يا باغي الشر اقصر. نتوحد يا اخوة ان لا اله الا الله وسمع للصلاة على الحبيب قلبك يطيب. رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدومه. اما كان رمضان قريب النبي يبشر يقول لهم ابشروا بشهر رمضان. حال المسلمين النهاردة ايه بالنسبة لرمضان؟ الواحد اول رمضان ما يجي يقول يا اخوة رمضان داخل بين السبريس والحلى غلى وحنعمل ايه ونعيين الهم. بينما شهر رمضان الله يوسع فيه الارزاق على العباد. رمضان ربنا بيوسع الارزاق على العباد في هذا الشهر. وسيبك انت من شوية المغفلين اللي قاعدين يقولون طول الليل والنهار تحديد الناس. ربنا بيقول أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أهم هو بيقولوا تحديد الناس لغاية واحدة في مستشفى أسيوط ولدت ستة. تتصور ولدت ستة أطفال. وجايبين صورتهم في الجرنان ويقول لك والاطفال في حالة صحية جيدة. احنا عمالين نهبل ونقول حددوا الناس وربنا بيبعت لنا كل طرد بستة. يلا يلا عايزين تحددوا الناس. النسوان هتتحول لارانب. هتتحول لارانب. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان. ليه؟ لانه شهر ليله قيام ونهاره صيام. طب بنشتكي من رمضان ليه؟ لان احنا ما احناش متبعين سنة خير الانام. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يفطر على وتر من التمرات. ثلاث تمرات خمس تمرات وشوية مية ويبقى كل شيء تمام. احنا النهاردة عشان الواحد يفطر لابد تكون الطبلية مليانة. ده فيلم دم اسود سلطة وده طحينة وده رز وده سمك وده لحمة وده كنافة ورمى ما تطرش على الكنافة وزيح العوامر. هذا بقى ده سيدنا النبي علمنا كيف نأكل. بيقول فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عشان لما يقوم يصلي التراويح يقوم خفيف. انما ما دام الانسان اتملى
والبطن اتملتك حيصل التراويح فين؟ ده سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ما توحد الله لا اله الا الله وسمعوا الصلاة على الحبيب النبي يحيى التقى بعدو الله ابليس ذات يوم فقال يحيى لابليس يا عدو الله هل اجد عندك شيئا تضلني به؟ ما فيش عندك حاجة تقدر تضلني بها عن ذكر الله. فقال له ابليس لا اجد لك عندي الا شيئا واحدا ان تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتكسل عن اداء الصلاة في وقتها. يا سلام، تأكل كثير تشرب كثير تنام كثير العصر ادى اللي هي الصلاة الوسطى ادى العصر مفيش انت عايز تنام وربنا بيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي فين الصلاة الوسطى؟ ده نايم في الصلاة الوسطى. تعرف يحيى قال لي ابليس ايه؟ قال له والله يا عدو الله لا اشبع بعد اليوم. فابليس قال له وانا لا انصح مؤمنا بعدك ابدا. ده كان سر بينه وبينك تقوم تعمل انت كده، طب مش هنصح حد مسلم بعد كده ابدا. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. يعني لما المغرب يبدا نعمل إيه؟ الأكل محطوط؟ لا لسه ما نحطش الأكل، يبقى نفطر على شوية مية أو شوية لبن أو شوية تمر ونصلي المغرب. إنما إذا الطبلية انحطت والأكل وضع عليها نبقى نفطر الاول. ليه؟ اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. ازاي؟ ازاي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي؟ اصلك انت لو صليت الاكل محطوط الصلاة مش هتطلع تمام ابدا. ده انت هتقدر تصلي جنب الشوربة وهتطلع الفتحة سليمة؟ هذا هتركع ركوع سليم؟ ده انت هتقرأ نقر الغراب. ده انت لو ابنك الصغير بس جه يم في الطبلية وانت بتصلي هتسلم وتسحبه من يدي تيمه برة. تقول له استنى ما تخسرش على المحطوط النهار صايمين، هتصلي نفطر على بصرة؟ ها؟ ولذلك اذا كان الاكل على الطبلية افطر وصلي. الاكل لسه ما يوضحش تبقى تفطر على تمرة على شوية لبن على شوية مية وتصلي الاول وبعدين تقعد تاخد راحتك في الاكل. ويا سلام لو الواحد بقى راح صلى التراويح وكان الامام بيطول في الصلاة ما يخلصش لان اخينا البطن اتملت، يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، الثاني لسه بيقول سبحان ربي الاعلى. مش قادر يقوم السجود لانه مليان. ويا سلام لما واحد يقول لواحد ده انا عارف لك حته جامع بالامام بيصلي التراويح بثلاث دقايق، يقول ما يمنع عليه. ايوه احنا عارفين الامام البولمان ده، يروح يصلي عنده يوم الامام بعد ما يقرا الفتحه يقول بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا. الله اكبر. الركعة الثانية اليهود والذين اشركوا. الله اكبر. الركعة الثالثة ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا. الله اكبر. الركعة الرابعة انا نصارى. ايه يا ابني ايه الحكاية دي؟ انا نصارى
هتصلبنا ليه يا ابني؟ هتصلبنا ليه؟ الجامع ما بيدخلوش نصارى، الجامع بيدخل الموحدين، الجامع لا يدخله الا الموحدين. قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله. مسك الآية الصح على 4 ركعات وما كملهاش، في اخر ركعة يقول لك انا نصارى. شيء غريب، شيء غريب لما حذيفة بن اليماني يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يصلي من الليل. حذيفة فايت سمع النبي بيصلي بالليل في بيته، فبعد ما قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة البقرة. حذيفة بيقول انا بأحسب انه هيقرأ 100 ركعة ويركع، انما سورة البقرة كلها 286 آية النبي قراها كلها. فقلت يركع بعدها، لكنه بدأ في سورة النساء، سورة آل عمران. آل عمران فقرأها كلها، فقلت يركع بعدها، لكنه بدأ في سورة النساء فقرأها كلها ثم ركع. وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. وسمع له الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام، شوف الكلام. النبي قرأ ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء. تعالى النهاردة اقرأ الربع بعد الفتحة، مفيش، ما عادش في الصبر خلاص. بينما ان نور التوحيد لما بيحل في القلب يصبح القرآن على القلب عذبا فراتا سلسبيلا. انا عايزك توحد، ما دام نور التوحيد حل في القلب لا يمكن ان يتغير القلب عن توحيد الله ابدا. ولذلك كان في واحد مبشر، مش مبشر، منصر، اسمه نصراني، اسمه صموئيل زيومر. قال لهم انا عايزكم تجمعوا لي 3000 واحد من المصريين هيقعدوا معايا بس ساعة واحدة وانا احولهم الى نصارى. واحد يا مسلم، واحد لا اله الا الله. قالوا له طب نجيب لك ناس متعلمين ولا انصاف متعلمين ولا ناس عوام تحب يعني اي طبقة؟ قال لهم لا، هاتوني الناس العوام اللي هم اللي العمال والصناعية اقدر انا العب بعقولهم، انما اللي معاه دكتوراه ومش دكتوراه ده عايز نقاش. فعايز جابوا يلموا له من الاحياء الشعبية وقعد في حي العباسية يعمل محاضرة وتفيح وراح لواحد في المنام وحسس له على عينيه شاف وفسره الولايات المتحدة. وبعدين
ان واحد منهم يعني يقنع بالكلام الفارغ ده مفيش فايده. فصمويل عطش قال لهم ادوني شويه ميه، فادوله شويه ميه، فاثناء ما بيشرب الميه واحد من ال3000 اللي قاعدين قال وحدوا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لهم هم مفيش فايده ده الاسلام جرح في قلبهم. الاسلام جرح في قلبهم. فاحنا شوف اما اقول لك شيء ما سمعنا في التاريخ ان مسلما طمس ابدا ما تحصلش. ليه؟ لان لا اله الا الله محمد رسول الله اذا حلت في القلب لا تسمح للشرك ان يحل فيه ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا يناح. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يفيد. صلى على الحبيب النبي. الراجل قعد من 9 على 12 يقول الرب بقى والمسيح ومسح بايده وشفى واحية وبعدين واحد خلاها بيشرب ميه. قال لهم وحدوه. قالوا لا اله الا الله. قال لهم قوموا روحوا مفيش فايده مفيش فايده. ها ما في واحده نست تنصر ابنها لغايه ما بقى عنده 12 سنه وادته لابوه. فابوه الواد ينكت في الميه والواد يشرع هيموت. قالت له ابونا هتموت الولد. قال لها ما انت سبتيني وقت الاسلام ما زرع في قلبه. زرع في قلبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. شوف الفرق بين الاسلام الصحيح وبين الحرافات. الصيام بتاعنا لا اكل ولا شرب ولا جماع من مطلع الفجر الى غروب الشمس. ما فيش لا اكل ولا شرب ولا جماع. هما يبقى الواحد قاعد ياكل فول وطعميه وعيش ويقول لك انا صايم. صايم صايم ايه يا ابني؟ مال الكبح اللي بتفتحه ده ايه؟ يقول لك لا ما انا ما باكلش الحاجه اللي فيها روح. روح يا روح يا عليك. ايه ما باكلش الله يخيبك الله يخيبك. قال ما باكلش سبحان الله يا اخي. تشرب شاي طول يا صايم؟ تشرب قهوه طول يا صايم؟ ده صيامين دي. انما شوف صيام سيدنا النبي محمد. وحد يا مسلم لا اله الا الله. صيام يهذب النفس ويربيها لا في اكل ولا في شرب ولا نساء. ليه؟ جهادا للنفس عشان لما النفس تطلب شيء تجاهدها بها. وحد الله. تعالى شوف الصلاة بتاعتنا. احنا لما نصلي بنقرا الفاتحة اول شيء بنطلب من الله بنقول اهدنا الصراط المستقيم. اول شيء بنطلبه من الله اهدنا الصراط المستقيم. تعالى شوف هما بيطلبوا من الله ايه. يقول لك ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وليأت ملكوتك ولتكن مشيئتك في الارض كذلك في السماء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. اول ما بيطلب من ربنا في الصلاة بيقول له انا عايز سندوتش. الله ودخل الصلاة مفجوع ليه؟ ما تاكل قبل ما تدخل الصلاة. اول ما بيطلب من ربنا بيطلب منه سندوتش. ولذلك رجالة النبي بعد ما توحد الله قولوا لا
كلمة حكمة الافضل ما قلته انا والنبيون قبلي. لا اله الا الله. لا دين الا الاسلام ولا كتاب الا القرآن ولا اله الا الرحمن ونبينا محمد النبي العدنان. الاسلام هو الاسلام. الاسلام هو الاسلام. ده الواحد يغيب في الاجازه شعره يبص يلاقي كل واحد يقابله يقول له انت فين؟ ايه يا ابني انا كنت فين؟ ده بيقول ان المسيح جلس في المنام ومس بايده على عينيك شفيت وسط فاروق امريكا. يا ابني انا ماشي في الشرابيه هو في امريكا كلها. هو ايه يا ابني الحكايه؟ وليه نسمع هذا الكلام ونسمع الخرافات دي؟ ليه نسمع لهذا الكلام؟ طب والله ما في يوم بيمر الا ما بيجي ناس تسلم في هذا المسجد. بس انا مش عاوز اتكلم. اسر باكملها اسر باكملها تسلم. ايه بقى امريكا وري انجلترا وهذا الكلام الفارغ؟ ده الاسلام. ده احنا بنحمد ربنا ليل ونهار اللي اكرمنا بنعمة الاسلام. وبعدين يا ابني ايه؟ المسيح ليس في يده شيء. ده الامر كله بيد الله. الامر كله بيد الله. واقسم بالله لو جاء المسيح وعرض علي رد بصري لقلت له ان الاسلام خير من الدنيا وما فيها. التوحيد والقرآن ومحمد الحبيب الحبيب المصطفى ده نعمة الاسلام خير من الدنيا وما فيها. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب النبي. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاحنا بنقول للناس دي كلها موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم. وبعدين اذا كانت الدولة بتحميهم ربنا كبير وربنا عظيم وربنا اكبر من الدولة واكبر من الكل. يعني سيد قطب ما عملش حاجة الحكم عليه بالاعدام. هم عملوا خيانة عظمى ومع ذلك ما حدش قادر انهم تلت التلاتة كام. وانتهت المسألة وراحت وعمل اللي عملوه ما مش حد قادر يقول حاجة. سيد قطب انحط في المشنعة. التهمة بتاعته ايه؟ ان لا اله الا الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم. معشر الاخوة الاعزاء، مع الحلقة الثالثة عشرة من سيرة سيد الخلق وحبيب الحق. وقد ختم الله تعالى اوصاف سيدنا محمد في التوراة بقوله: ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله. بان يقولوا لا اله الا الله. فيفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. لان يقول ايه؟ لا اله الا الله. يعني ان الله تعالى لن يقبض سيدنا محمدا الا بعد ان يقيم الملة التي غيرها الناس وبدلوها. يقيمها بماذا؟ بان ينشر كلمة التوحيد. ينشر ايه؟ كلمة التوحيد.
اللي هي ايه؟ لا اله الا الله. ولما ينشر كلمة التوحيد سيفتح العيون التي كانت لا ترى، ويسمع الآذان التي كانت لا تسمع، ويهدي القلوب التي كان عليها أكنة. طيب نشوف كده عينات من كلام النبي بيوصينا بيه، بيوصينا بيه النبي. خد اربع وصايا من وصايا النبي دلوقتي، شوف فتح القلوب بايه، وشوف قال ايه عن التوحيد. لما قال الصلاة على النبي الكريم، التوحيد، ان لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم او حرقتم او صلبتم. شوف الوصية الاولى، شوف وصية النبي الاولى، لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم او حرقتم او صلبتم. وايه كمان يا نبي؟ اسمع الوصية رقم اثنين، قال ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فإن من ترك الصلاة عامدا فقد خرج عن الملة. وإيه كمان يا حبيبي يا رسول الله؟ قال لك ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله. طيب وإيه كمان يا نبي؟ قال ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. طيب لغاية كده بقى نقف شوية مع سيدنا النبي، نشوف هيقول لنا ايه النبي، الوصايا اللي هيقدمها لنا سيدنا النبي ايه. ايوه، اول شيء النهي عن الشرك، لا تشركوا بالله شيئا مهما كانت الظروف، فيه تقطيع، فيه تحريق، فيه صوت، برضو لا اله الا الله. ودي بقى احنا مش هنضرب المثل ببلال ولا بعمار ولا بالناس الفطاح دول، ده فيه مثل كمان في الحريم، يعني فيه نساء وقفوا مع توحيد الله وزاد العذاب في الدنيا ولكنهم لم يتغيروا عن قول لا اله الا الله. هارون اللي هو ذو البطش والظلم والجبروت، كان عنده واحدة ناشطة بتسرح لعياله، والنبي ليلة المعراج وهو ماشي شم ريحة طيبة، قال جبريل الريحة الحلوة دي جاية منين؟ ريحة زي ريحة الزهر كده لما تمسك شهر الربيع يملك البلاد اللي بيبقى فيها برتقال ومانجا، تقوم تشم ريحة زهر طيبة، يبقى ما تنفعش تمشي، هوا معطر. فالنبي هو ماشي رايح المسجد الأقصى، بص لقى ريحة طيبة طيبة جدا. قال له ايه يا جبريل؟ الريحة دي منين؟ قال له هحكي لك الريحة دي منين. اسمع بقى الريحة دي منين، اسمع شوف النبي سمى الريحة دي منين، وسمعها للصلاة على الحبيب النبي والله اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. فرعون كان له ماشطة تزين بناته، يفرح لهم شعره. وبعد سيدنا موسى ما بعث بكلمة التوحيد، الماشطة بتفرح لبنات فرعون، وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، ويتخذ المشط بسم الله. كلمة بسم الله دي غريبة، يا الله مين؟ قالت البنت من فرعون الكبيرة بتقول لها الله مين؟ أبويا؟ قالت لها لا أبوك مين؟ يا الله ربي وربك ورب أبوك. تتباهي على أبوك؟ أبوك مين؟ أبوك مين ده؟ ده ربنا. قامت البنت قالت لها في حق في الله غير ابويا؟ قالت لها في رب العالمين اللي هو خلق السماء والارض.
البنت ما كدبتش خبر، كانت شكت الست دي تقرير سر عند فرعون ان في واحده المشقه اللي في القصر بتاعتنا مش معترفه بالالوهيه بتاعتك يا بابا، وبتقول بسم الله بقولها الله مين؟ قالت الله ربي ورب ابيك ورب العالمين. وعلى طول رفعت التقرير لفرعون. عن فرعون كلمه زي دي تفزعه. لا في انشقاق، في ثوره مضاده، في نشاط معادي، في تمرد. تعال يا سيدي انت بتقول ايه؟ انت لك رب غيري؟ قالت له ربي وربك ورب السماوات والارض. انت جرى عقلك ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوله؟ قالت له ابدا، ده هو ده الحق. على كل حال انا مش همد ايدك، مش همد ايدي عليكي، لان يعني يعيش ملح وانت مربيه الاولاد، بس بقى شوفي قدام الثلاث ايام اذا ما كنتش هتغيري اللي في دماغك ده اهو. اقول لك مره ربك تقول لي انت اذا ما غيرتش اللي في دماغك هحولك السجن الحربي. وحد الله ما هي مصر في الامرها متنهله. ظلم. طب بعد ثلاث ايام هعمل ايه يعني؟ طب ما هو ربنا رب الثلاث ايام ورب السماوات ورب الارض ورب الزمان ورب المكان ورب العالمين ورب الارض والسماء والشمس والقمر والنبات والجبال وكل شيء بيسجد لعظمة الله. ولا يهم. انا بديكم مثل من امثلة الحريم اللي صمد على دعوة التوحيد. ليش الرجالة كمان؟ انا بضرب مثل ده الحريم نفسه. النساء اللي هم ثبتوا على كلمة التوحيد مهما قسى العبد فالرب هو اليه المآب والرجعة. مهما قسى العبد. بعد الثلاث ايام تعالي من ربك؟ قالت له ربي الله وربك ورب السماوات والارض. لا ده بقى الكلام ده ما ينفعش. ندى بقى على الشاويش بتاعه قال له اغلي ميه في القدر بقى، حط القدر بالميه على النار، الغلايه بقى تشتغل. اي الغلايه تشتغل. ورفع القدر على النار حتى احمر جسد القدر نفسه. ان حتى احمر سيبت النار. قال لها من ربك؟ قالت له ربي الله خالق السماوات والارض. حرمتي هنا اهو. قالت له لن تتمكن من تعذيب روحي، افعل بجسمي ما تشاء. يا سلام يا سلام. بعد ما توحد كده تقول لا اله الا الله، اهد المله القويمه. ام قال انا لو رميتها هي اول مره، انا عايز باي وسيله خلاها تقر بالالوهيه لفرعون. فجاب ابنها الاولاني قال لها حرمت الميه اللي بتغلي هولح فيه. ربك مين؟ قالت له ربي الله رب العالمين. ارمي الولد يا الولد. هات الولد الثاني. ربك مين؟ قالت له ربي الله. ارمي الولد الثاني. خد الولد على كتفها بيرضع، يا دوب ما بيعرفش يتكلم خالص. ما بيرضع لسه ابن 16. قال لها ربك مين؟ قالت له ربي الله. قال لها هات الولد اللي فاضل ارميه. رمي الولد واذا بالولد وهو نازل الميه اللي بتغلي يقول لها يا امه اقدمي على جنة الله ولا تخافي. الواد الرضيع الرضيع من الذين تكلموا في المهد. ابن ماشفة فرعون. امال ايه؟ طب ليه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله؟ يا اماه كعي ولا تقاعسي فانك على الحق. كعي يعني تعالي معانا هنا، خطي خطي هنا معانا، ولا تقاعسي يعني ولا تتراجعي. ده رفض الكلمه اللي قالها الولد ابنها. كعي ولا تقاعسي فانك على الحق. قال لها ربك من الدور عليك انت بقى اهو. قالت له ربي الله
رب العالمين. قال لها طيب ما انتش مش لازم الخدمة مننا، انت ربيت العيال وانا لسه اعمل لك خدمة. شوف الجباء قال بعد ده كله بيقول لها مش لازمك حاجة، لازمها ايه بعد ما موتت عيالها وحترمها هي كمان في النار؟ قالت له انا عايزة منك خدمة واحدة بس، بعد ما موت انا وعيالي تلم عظمنا وتدفننا كلنا في قبر واحد. قال لها ده بسيط. وهي نزلة في المية اللي بتغلي مرة ببكي قالت له ربي الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ارمي. قالت لا اله الا الله ورميت وجمع عظمها ودفنت المكان الذي عينته في قبر واحد. النبي هو راح المسجد الاقصى هبت من هذا القبر رائحة زكية، فشم الريحة، شم الريحة الطيبة الزكية المباركة الكريمة. ايه ريحة لا اله الا الله، لان دي مقابر لا يصيبها عفن، مقابر تهب منها النسمات مبللة بقطرات الندى معرفة بأريج الجنة. الريحة الطيبة دي جاية منين يا جبريل؟ قال له دي ريحة قبر ماشطة فرعون وأولادها. ده كل دي بركة لا إله إلا الله. السيدة الأخرى مرات فرعون نفسه، السيدة آسية بنت مزاحم، السيدة آسية بنت مزاحم. وحد الله لا إله إلا الله. ولذلك الحبيب النبي قال ايه؟ النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. آسية زوج فرعون ومريم بنت عمران وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد. سيدة آسية أراد فرعون أن يجبرها على عبادته فقالت لا إله إلا الله وحده، فأخذ يكويها بأسياخ الحديد على ساقيها حتى تساقط لحمها وهي تقول لا إله إلا الله لا أشرك به أحدا. ولما زاد عذابها، هو بيفكر انها نازل عليها ضرب وكيب النار، انما ربنا سبحانه وتعالى ابدلها من ذلك فرأت مكانتها في الجنة وملك الموت يمد يده لها بتفاحة من ثمار الجنة. هو يعني الارسال الالهي بدأ ينفتح والله. ولذلك انا اعرف ناس من الصالحين لما دخلوا السجن الحربي الواحد كان يقول ما كنتش اشعر غير باول كرباج بس، ساعة ما انضرب اول كرباج حين تروح بالنوم ارى نفسي قاعد في روضة من رياض الجنة، شمس بدران نازل فيه ضرب ورصف له الف كرباج، هو هناك في الجنة وشمس بدران في الارض بيضرب ما يفوش الا في الزنزان. انا كنت في فروضة من رياض الجنة. يعني دي كرامات وعلامات ظهرت على ايد الصالحين من عباد الله الذين ثبتوا على قول لا اله الا الله. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. واصل الرؤية دي قد تكون بشرى من الله.
على ثلاث اقسام: رؤيا مبشرة ربنا يبعثها لك عشان يبشرك، تكون داخل متضايق ونعي هم شيء، يوم تنام شوية تلاقي ربنا قايل لك الموضوع ده هو خير واطمئن اطمئن. واللي بتحصل كتير الناس صالح تبقى داخل متضايق من شيء او نعي هم شيء، ربنا يقول لك بكرة هتفرج في جلسة بكرة في المحكمة، ربنا يبعث لك كده وانت نايم في المنام بالليل انك انت بتسرق شربات على الناس، تصبح الصبح مطمئن القلب، يبقى 100% افراغ. مش عارف يبقى نعي هم الامتحان وطلع متضايق النهارده من الرياضه او من العلوم، ربنا سبحانه وتعالى تبقى انت نايم ويبعث لك المسكنات والمبشرات ان الشهاده جات واخد 48/50 في العلم اللي انت نعي هم. وهكذا وهكذا. فالرؤيا ثلاث اقسام: رؤيا مبشره، ورؤيا من الشيطان ان واحد يشوف نفسه في محزنه او في شده او طلع يجري او مع واحده ماشي مع واحده محرمه عليه، دي اسمها رؤيا من الشيطان. الرؤيا الثالثه عباره عن اضغاث احلام، انك انت تبقى نايم وبتفكر في شيء، يعني نايم ومعاك فلوس وانت تحلم انك واقف قدام الرب تخلص فلوس، طبعا ده اسمها اضغاث احلام لان انت ليه معذور. يعني تحس اللوحه فتحلم طول الليل انك لسه على الفريجيدير القناوي تشرب، وبعدين تقول لي انك تشرب المايه في المنام. ايه هو شرب الميه في المنام؟ عباره عن طول العمر هتقيس كتير، لان ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. كما ان اكل التمر في المنام عباره عن حلاوه الايمان، انت رايح كويس وربنا بيديك ماء تاكل تمر يبقى حلاوه الايمان. كما ان لبس القميص في المنام عباره عن الدين، اذا حلمت انك لابس جلابية طويلة يبقى دينك سليم 100%، انما لابس ميكرو جيب يبقى تعبان يبقى تعبان. كما ان ضياع الفلوس في المنام عبارة عن انك ما بتصليش جماعة، تارك الجماعات والعياذ بالله. يعني اللي يشوف ان هو فلوسه بتضيع في المنام يبقى عليه انه يبقى الجامع يصلي جماعة، لانه بيترك الجماعات. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. اللي يشوف المنام انه نازل عليه سمن وعسل يبقى القرآن والسنة. ربنا بينزلها على قلبه. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. انما اذا واحد شاب انه هو طالع السلم مع واحد بيستبقم ويشوف هو اللي هيطلع الاول، يبقى اللي هيطلع الاول هو اللي هيموت قبل الثاني. ولذلك النبي شاف في المنام قال ابو بكر لقد رايت الليله كاني اصعد درجه سلم فسبقتك بمرقاتين يا ابا بكر. سبقتك بسلمتين. قال له طب اقولها انا بقى يا نبي تسمح لي افسرها؟ قال له فسر. قال له انت هتموت قبلي وانا هموت بعدك بسنتين. وحصل فعلا. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليك ويقول اللهم صل عليه. اللهم صل على النبي. يبقى البشرى من الله والحلم من الشيطان. ان واحد يشوف صورة جنسية ماشي مع واحدة والعياذ بالله حاجة زي كده من الشيطان. ورؤيا تكون في كوامن النفس، اللي ينام وهو مشغول بشيء يبقى دي اضغاث احلام. يبقى ربنا لما يبشرك ببشرى اعتبرها من الله، اقبلها من الله. ولذلك الامام ابو القاسم القشيري قال: مرض لي ولد فذهبت الى المدينه ازور رسول الله، فنمت في الروضه فرايته في المنام راى النبي. قال له: ما لي اراك حزينا؟ قال له: ابني مريض يا رسول الله. قال له: او ما قرات له ايات الشفاء؟ واحد قل لا اله الا الله. انت ما قراتلوش ايات الشفاء اللي في القران؟ قال له: لا يا رسول الله. قال له: اقرا هذا. عيد مبشر. ايات الشفاء في القران موجوده في 6 صور من القران الكريم. الصوره الاولى سوره التوبه، تقرا له تحط ايدك على راس ابنك المريض او الزهقان او التعبان وتقول له: ويشفي صدور قوم مؤمنين.
هذه اول آية. الآية الثانية في سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الآية الثالثة في سورة النحل: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وبدنا على البلاء صابرا ولسانا ذاكرا وصياما متقبلا. اللهم اجعل هذا الشهر الراحل شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله في حسناتنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الزحام. اللهم انا نسألك الشفاء من كل داء. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله انزل اعظم كتاب هو القرآن الكريم، من اعظم مكان هو اللوح المحفوظ، باعظم ملك هو الامين جبريل، في اعظم ليلة هي ليلة القدر، في اعظم بلد هي مكة المكرمة، باعظم لغة هي اللغة العربية، في اعظم غار هو غار حراء، لأعظم أمة هي أمة الإسلام، على أعظم نبي هو محمد مسك الختام وخير الأنام. سيدي سيدي يا رسول الله، لا إله إلا الله أخلو بها وحده، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. من الجليل؟ من الوكيل؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من المولى؟ من النصير؟ من الذي لا تدركه الأبصار؟ من الذي يدرك الأبصار؟ من الذي لا تحويه الأقطار؟ من الذي لا يؤثر فيه الليل ولا النهار؟ من الواحد القهار؟ من الواحد القهار؟ من الواحد القهار؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. رمضان، رمضان سوق قام ثم انفض. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أتسمع الطير؟ أتسمع الطير وطال الصياح، وقد بدا في الأفق نور الصباح. أتسمع الطير أطال الصياح، وقد بدا في الأفق نور الصباح،
ما صاح الا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. اتدرون يا اخوة يا اعزاء ماذا يقول الطير يوم الجمعة؟ ماذا يقول الطير يوم الجمعة؟ وبأي شيء يسبح الله يوم الجمعة؟ تقول الطيور يوم الجمعة يا رب سلم يا رب سلم، خشية ان تقوم الساعة في هذا اليوم. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي فبكاني. ان الحمام ينوح من الم النوى، وانا انوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي لباني، انسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف انساك؟ فكيف انساك يا من لست تنساني؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول ان في الجنة بابا يسمى الريان، لا يدخله الا الصائمون. ان في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. ولذلك لما حضرت السيدة نفيسة رضي الله عنها الوفاة، وكانت وفاتها في رمضان، واشتد عليها المرض، وجيء لها بالطبيب، قال لها الطبيب افطري يا سيدتي، فقالت نفيسة ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. الله 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 الله. نفيسة على فراش الموت صائمة، نفيسة على فراش الموت صائمة. ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. افطري يا سيدتي، قالت نفيسة، وكيف افطر وكنت دائما ادعو الله تعالى ان يقبضني اليه وانا صائمة؟ أفبعدما يستجيب الله دعائي افطر؟ لا والله. وأخذت تقرأ القرآن وهي في سكرات الموت، حتى إذا ما وصلت إلى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فاضت روحها الى الله. تعالي يا نفيسة، تعالي يا نفيسة العلم لتري حال المسلمين في رمضان. نفيسة مريضة على فراش الموت تأبى وتتأبى ان تفطر. تعالي يا نفيسة لتمري بشوارع القاهرة، لتري الاصحاء الاشداء الاقوياء يجاهرون الله بالمعاصي، هذا يدخن سيجارة وذاك يحتسي كأسا من الشاي، وهذا يأكل جهارا يعاند ويحارب رافع السماء بلا عمل. ولا لوم ولا نكير ولا عقاب. تعالي يا نفيسة، ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. نفيسة قبل ان تدفن في قبرها كانت
تذهب كل يوم وتقرأ القرآن في قبرها الذي حفرته. قرأت القرآن في قبرها 145 مرة قبل أن تلقى ربها. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. سيدي سيدي يا من ربيت الرجال والنساء، سيدي يا من خرجت العباقرة والأبطال، سيدي يا من سموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يا رمضان إن العين لتدمع وإن القلب لاحزن، ولا نقول ما يغضب الله، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله إنا لله يا رمضان إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولى وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أنك تلقاني في البعد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما، فلواكم بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. رمضان يا معشر السادة، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم إلى إدارة الجوازات لأستخرج لرمضان جواز السفر، لا من القاهرة إلى سويسرا، ولا من القاهرة إلى باريس أو لندن أو واشنطن، إنما أستخرج له جواز السفر من عالم الأرض إلى عالم السماء، أستخرج له جواز السفر من جوار الخلق إلى رحاب الحق. رمضان الآن يطوي سجلات الأعمال استعدادا للصعود بها إلى مالك الملك وملك الملوك. يا معشر السادة، مع الدرس 26 بعد 130 أنتقل بحضراتكم إلى إدارة الجوازات، وأرى مكتوبا عليها قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم فملاقيه. هكذا تمر بنا الأيام، وهكذا يطوي رمضان سجلات أعمال العباد ليعرضها على من لا يغفل ولا ينام. فما رمضان؟ ما رمضان؟ هل رمضان فوازير؟ هل رمضان أفلام إلى ما بعد أذان الفجر؟ هل رمضان سحور راقص في شارع الهرم؟ هل رمضان مسرحيات ساخرة وضحكات عالية؟ هل رمضان كعك؟ هل رمضان ثياب؟ هل رمضان غفلة؟ إذا فما رمضان؟ ما رمضان في الإسلام؟ رمضان في الإسلام صيام وقيام
وقرآن وبدر وفتح وقدس. ما رمضان، ما رمضان. رمضان في الإسلام ستة مواقف، ستة مشاهد، ستة أركان: صيام وقيام وقرآن وبدر وفتح وقدس. كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل ما أوجزنا من مدرسة محمد صلوات الله وسلامه عليه. رمضان صيام، فما جزاء من أفطر رمضان؟ اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق: من أفطر من رمضان يوما عامدا بغير عذر رخصه الله له، لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله. لو صام الزمان كله ما كافأ الزمان كله إفطار يوم واحد في رمضان. أجمع علماء المسلمين على أن من أفطر يوما عامدا من رمضان كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر. يقول الإمام ابن حزم رضي الله عنه: ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله. اسمعوهما أيها السادة الأعزاء: الذنب الأول رجل أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها. الذنب الثاني رجل أفطر يوما عامدا من رمضان. ما هذا؟ لعل هذا الكلام عندما ينزل على الأسماع تجد فيه عجبا عاجبا وتجد فيه غرابة غريبة. رجل أخر الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، يعتبر ذنبه من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. إذا كان هذا جزاء من أخر الصلاة، فما جزاء من لم يصلي؟ ما جزاء الذين لا يدخلون المساجد إلا يوم الجمعة من كل أسبوع؟ يصلون فرضا ويتركون 34 فرضا. بل ما جزاء الذين لا يعرفون الطريق الى المساجد الا في رمضان لا غير؟ بل ما جزاء الذين لا يصلون طول العام الا الجمعة الاخيرة في رمضان؟ بل ما جزاء الذين لا يدخلون المساجد طول حياتهم انما يدخلونها بعد موتهم محمولين على الخشبة ليصلى عليهم صلاة الجنازة؟ اخواني، اخواني، ان الخطب جسيم وان الخطر فادح. بدأت الامة الان تفرط في صلاتها. الصلاة، ينادي المنادي: حي على الصلاة فلا مجيب، حي على الفلاح فلا مجيب. والرسول ينادي ويقول: الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق، لمن سمع منادي الله ينادي فلم يجبه. رجل أخر الصلاة حتى خرج وقتها، يعتبر ذنب هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله؟ نعم. تعالوا لألتقط لحضراتكم هذا المشهد السريع بالكاميرا الإسلامية وبالعدسة المشخصة. نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى أمامي فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب عليه صحائف الرحمة
يصلي بالمسلمين اماما في خلافته، وانظر وراءه فاجد احد المسلمين غائبا لم يحضر صلاة العصر، فاسأل عنه عمر امير المؤمنين مشغول بمصل قد تخلف عن صلاة العصر. امير المؤمنين لا لاهيا ولا غافلا ولا ساهيا ولا معرضا ولا ناسيا، يتفقد الناس بعض الصلاة، اين فلان؟ فقيل انه مريض يا امير المؤمنين، فهل يرسل له برقية يستفسر فيها عن صحته؟ ايرسل له مندوبا يسأل عن صحته؟ لا، انه يذهب بنفسه ليقف على حاله. يذهب امير المؤمنين العملاق العظيم ويطرق على الرجل بابه، ويرد الرجل من الطارق، فيرد امير المؤمنين انا عمر بن الخطاب، فيقول الرجل لبيك يا امير المؤمنين، فيقول له عمر عجبت لك، ينادي عليك عمر بن الخطاب فتجيبه، وينادي عليك رافع السماء بلا عمد حي على الصلاة فلا تجيبه. عمر ينادي عليك فتجيبه، ومالك الملك وملك الملوك ينادي عليك من فوق سبع سماوات فلا تجيبه. كانوا راكعين وكانوا ساجدين، ووصفهم مولانا تبارك وتعالى بصفات عالية، بصفات غاية في الرفعة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قفوا عند هذا المقطع قليلا، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا معاشر السادة، الصيام والقيام، اما القيام فاليك ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد كان الحسن البصري رضي الله عنه اسمر الوجه، وذات يوم نظروا في وجهه فرأوا وجهه قد ابيض واصبح كأنه قطعة قمر ليلة التمام، فقالوا له: يا حسن، لقد كنت اسمر الوجه، فما الذي بيض وجهك؟ فقال الحسن: خلونا بالله ليلة نصلي والناس نيام، فكسانا من جماله وجلاله. كسانا من جماله وجلاله. كان لأحد الصالحين زوجة صالحة، كلما استيقظ ليلا رآها تصلي، فقال له: ألا تنامين؟ فقالت له: وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تقول لرب العزة: يا حبيب القلوب، أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيب بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب بليل، واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما الليل أسفل سترا فإلى ربها تحن القلوب. سيدة،
لا تنام، لا تنام لأنها علمت أن الله لا ينام. فكيف حال نسائنا؟ كيف حال نسائنا في رمضان؟ إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان لا تنام نساؤنا. لماذا؟ أقراءة القرآن يقرأ، هل يذكرن الله؟ هل يقرأن البخاري ومسلما؟ هل يحكثن على الصلاة؟ لا. إن هذه الأمور أصبحت نباتا غريبا في بيوتنا. إنما لا ينمن العشر الأخيرة لصناعة ما يسمى بالكعك، وعندئذ تكسر الخلافات في البيوت، لا سيما إذا كان الرجل فقيرا ليس معه ما يشتري به السمن والدقيق، وتكسر أيمان الطلاق. وإذا أبى الرجل أن ينفذ أوامر المرأة، لا سيما بعد صدور القانون الجديد الذي يبيح للمرأة أن تطرد زوجها من بيته، إذا كسر الأوامر للزوجة فعلى جناح الصلحة تهتز أسلاك البرق ويستدعى حلف شمال الأطلنطي. أتدرون ما حلف شمال الأطلنطي؟ إنه أمها. وما أدراك ما أمها؟ تأتي بأسطولها ورعودها ورمالها ورياحها وغواصاتها ومدفعيتها، وقل على البيت السلام بعد ذلك. نساء، امرأة لا تنام الليل لأنها علمت أن الله لا ينام. امرأة قامت من الليل والناس نيام تصلي للواحد الديان. كانت المرأة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيتها، إذا خرج الزوج صباحا من بيتها تقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، إننا نستطيع الصبر على جوع الدنيا ولكن لا نستطيع الصبر على عذاب النار يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا عاد زوجها آخر النهار وفتحت له الباب سألته سؤالين، تقول له: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ فإذا آوى إلى فراشه ودخل لينام توضأت، لا أقول وقفت أمام المرآة لتضع الأصباع، ومن شديد الأسى والأسف أن يتوجه بعض الصحفيين، وكلنا يعرف من الصحفيون، يتوجهون إلى فضيلة المفتي بسؤال تافه، يقولون فيه: ما حكم صيام المرأة التي تضع الروج في شفتيها؟ أهذا سؤال؟ أسؤال هذا أم سخرية بالدين؟ تضع الروج في شفتيها، فيجيب المفتي قائلا: إن لم يصل شيء منه إلى الجوف فلا شيء. يا فضيلة المفتي، لو علمت ما هو الروج لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. إن من خصائص الروج، وأسأل الله أن يباعد بيننا وبين صويح باب الروج، من خصائصه أن يذوب، من خصائصه أن يذوب. وقد سألت في ذلك أحد المتخصصين، والروج هذا قد يكون برتقالا أو كريدا أو تفاحا أو زفتا أو هبابا، فمن تلك التي تضع الروج ثم تصوم؟ تناقض، تناقض، تناقض. ليس الجمال جمال الحلاق، إنما الجمال جمال الخلاق. ليس الجمال جمال الحلاق.
زوجها الى فراشه توضأت، والوضوء يخلع على الوجه نورا الهيا، اذا رأيته رأيت فيه نظرة النعيم. واطيب الطيب الماء تدخل على زوجها وقد آوى الى فراشه فتسأله: ألك حاجة الي؟ ان كان له حاجة قضاها، وان لم يكن له اليها حاجة قالت له: يا زوجي اتأذن لي ان اقوم الليلة بين يدي الله رب العالمين؟ هذا هو الاسلام في قيامه. نساء عمرنا البيوت وانجبنا الابطال وربينا القادة المغاوير فكانوا رجالا وفتحوا الدنيا مشرقا ومغربا وجعلوا من البحر الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في ارض الاسلام، وكانوا كالبحر البحر الطهور تنساب امواجه ليغسل الدنيا من ارجاسها وانجاسها واجناسها. ايها الاخوة الاعزاء، هذا رمضان في صيامه، وهذا رمضان في قيامه، فما رمضان في قرآنه؟ حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي وارى عقارب الساعة في مطاردة ساخنة معي، اعود بكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة، اما رمضان في قرآنه فيكفيك قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: يشفع للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن. الصيام والقرآن يأتيان امام الواحد الديان، يقول الصيام: يا ربي منعته الاكل والشرب والشهوة نهارا فسبحني فيه. ويقول القرآن: يا ربي وانا منعته النوم ليلا فسبحني فيه. فيشفعان في العبد يوم القيامة، في يوم يفر المرء فيه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالقرآن شفيع لك ايها الصائم الى جنات الخلد. اما رمضان في بدره، فنحن جميعا نعلم ان المسلمين خاضوا معركة بدر يوم الجمعة الموافقة 17 من رمضان المعظم. ولما دخل موكب الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، لما دخل موكب النصر المدينة المنورة
اذا بعقارب البغضاء تهيج في صدور اليهود، واذا بثعابين الحقد ترعى في نفوسهم، فارسلوا الى الحبيب صلى الله عليه وسلم من يقول له: يا محمد، لا يغرنك ان كنت قد انتصرت على كفار مكة، فانهم لا يجيدون الحرب، اما انك لو نازلتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. هؤلاء هم اليهود، والله الذي لا اله غيره اليهود لا عهد له ولا ميثاق له، والذي قرر هذه الحقيقة هو الله. قال تعالى في شأن اليهود: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يا محمد، لو انك لا نازلتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. فماذا قال لهم رسول الله؟ ان الذي رد عليهم ليس رسول الله، وانما الذي رد عليهم هو الله. انزل الامين جبريل بانظار حربي شديد اللهجة يقول فيه: مولانا، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. الرجل الوحيد الذي لقن اليهود دروسا في الادب هو سيدنا محمد، الرجل الوحيد. اليهود دائما يبنون سياستهم على قاعدة تقول: التطلع دائما الى الدولة الصاعدة. ضحكوا على الفرس، وضحكوا على الروم، وضحكوا على الروس، وضحكوا على فرنسا، وعلى انجلترا، وعلى امريكا، لكن الرجل الوحيد الذي لم يستطيعوا ان يخدعوه هو حبيب الله محمد. اجلاهم عن المدينة وطهر البلاد منهم. فهذا هو رمضان في بدره. اما رمضان في فتحه ففي العام الثامن من الهجرة، وفي العاشر من رمضان كان النبي داخل المسجد الحرام يحطم الاصنام مع اصحابه، وهم يقولون: جاء الحق وذاق الباطل. ان الباطل كان زهوقا، ووقف القائد العظيم محمد امام اهل مكة يقول لهم: يا اهل مكة، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخي كريم. وشريط الذكريات يمر امام بصر الرسول، فاهل مكة هؤلاء حاربوه حتى دخل مكة، حاربوه 21 سنة حربا ضروسا لا هوادة فيها، ومع ذلك كان يستطيع باشارة من احدى اصابعه ان يسيل الدماء انهارا ومغزارا ومضرارا في شوارع مكة. فالجيش على وهبة الاستعداد، ومكة مطوقة من جميع اقطارها، لكن الحبيب لا يعرف الانتقام، ولا يعرف التشفي، ولا يصمع الى الدماء الجارية. انما قال لهم: اذهبوا فانتم الطلقاء. أبعد هذا يقال إن الإسلام قام على السيف؟ والله ما قام الإسلام على السيف، وما عرف السيف إلا دفاعا. الإسلام قام على المصحف لينتصر بالمصحف على السيف، لينتصر بالمصحف فيقضي على السيف. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اما زعيمنا العظيم محمد فيقول: ذهبوا فانتم الطلقاء. هذا رمضان في فتحه. ان فتحنا لك فتحا مبينا.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أما رمضان في قدره فإنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد قال الحبيب محمد التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان، وقد كان الحبيب محمد أوصى عائشة إذا قامت ليلة القدر أن تدعو الله قائلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقوموا الليالي الباقيات قوموها لعلكم تصادفون ليلة من قامها كانت له عند الله خيرا من ألف شهر. أما صدقة الفطر فإنها تمثل رمضان في بره ورحمته. وقد يسأل الناس في هذه الأيام ما مقدار الفرض هذا العام، كأن زكاة الفطر خاضعة للتسعيرة في وزارة التمويل، فإن قلت له إن الفرض عليه 25 قرشا قال لك: ابحث لي عن مذهب يكون أرخص من ذلك. فإذا قلت له ادفع ريالا يقول لك: ابحث لي عن مذهب آخر. فالشافعي 25 وأبو حنيفة ومالك ريال، ابحث لي عن مذهب آخر، اسأل لي عن ابن حنبل ما أكرمك الله. أتحاسب الله على المذاهب ولا تحاسب نفسك على ثمن علبة سجاير؟ علبة سجاير قد تحرقها في نصف ساعة. لا تسأل ما ثمنها وما قدرها، ما ثمنها عندما تسيان وما قدرها على مذهب كوتريلي. وإنهم ليعلقون الإعلانات ويكتبون على السجائر: حقا إنها سلسة. سلسة أي سلاسة؟ أي سلاسة تلك التي تجلب سرطان الرئة؟ لا تحاسب على ثمن السجائر وتحاسب الله على اختلاف المذاهب؟ لا تحاسب الله، فإن الله إذا أعطاك يعطيك بغير حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ادفع ما قدرك الله عليه، ادفع ريالا، ادفع أكثر، ادفع أقل، المهم أنك لا تحرم نفسك من الخير أمام الله. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق على مسكين وضعت الدرهم في المسك أولا ليكون طيب الرائحة. ولذلك كانوا ينادونها: يا أم الطيب. كانت تضع الدراهم للصدقة في المسك. فزكاة الفطر يدفعها المسلم عن نفسه وعن زوجته وعن الطفل الذي يولد قبل فجر يوم العيد وعن أولاده الذين لا يكسبون وليس لهم عمل. ثم ماذا بعد هذا؟ لمن تدفع زكاة الفطر؟ أتدفع للمتسولين؟ لا. أتدفع للذين احترفوا مد اليد؟ لا. هؤلاء ليس لهم في الزكاة نصيب لأنهم يكونون أموالا طائلة. ولذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتين صلة وصدقة. أعطها لقريب لك ولو كان القريب يكرهك ويبغضك، إذا تصدقت عليه كان التصدق على القريب الذي يكرهك أفضل الصدقات عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على القريب الذي يضمر لك السوء ويضمر لك الحقد والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد؟ نعم يجوز، لان كل مكان فيه لا اله الا الله فهو مكان الاسلام، هو مكان الاسلام. اما جيوش المتسولين فاحذروا هؤلاء، منهم من يقول لك انا على سفر وقد ضاعت نقودي، الا اجد معك ثمن التذكره؟ وثان يقول لك ان امرأتي في حالة وضع وقد جاءها المخاض وليس معي شيء. اين كنت منذ 9 اشهر وهي حامل؟ الم تجد جارا يعاونك؟ وثالث يقول لك ان امي مريضة وليس معي دواء. ورابع يقول لك كنت نصرانيا واسلمت، اعطني مما اعطاك الله. أيام كنت نصرانيا كنت غنيا، فلما أسلمت افتقرت؟ هل الإسلام جؤم عليه؟ وأشر من هذا كله متسول الإشارة. أتدرون ما متسول الإشارة؟ ذلك الذي يجري عليك إذا كنت راكبا سيارة ووقفت أمام إشارات المرور، يسرع إليك ويقول لك أعطني. هؤلاء يجب على شرطة المرافق بدلا من ان تخرب بيوت الذين يريدون ان يأكلوا لقمة العيش بكد اليمين وعرق الجبين، كان يجب ان تجمع هؤلاء المتسولين في معسكرات عمل وتعلمهم الحرف الشريفة حتى يستعينوا بكد يمينهم وعرق جبينهم. اسمع الى ما قاله الحبيب محمد. جاءه رجل وقال له اعطني يا رسول الله، ونظر الرسول عليه الصلاة والسلام اليه وجده قويا، فقال له اليس في بيتك شيء؟ قال نعم يا رسول الله، عندي فراش ننام عليه وعندي آنية من الفخار نشرب فيها. فماذا قال له أرحم الرحماء؟ قال له ائتني بهما. جاء بفراشه وجاء بآنية الفخار وعرضهما النبي للمزاد العلني، فبيعتا ب10 دراهم. فقال له الحبيب أنفق 5 على أهلك واشتري قدوما ب5 وأتني بالقادوم لأضع له اليد بنفسي. ووضع الرسول يد القدوم بنفسه وقال له اذهب واحتفظ ولا تأتني الا بعد 10 ايام. وجاء الرجل بعد 10 ايام وقد ربح 15 درهما. فقال له الحبيب هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك. ان المتسولين الذين اتخذوا من هذا التسول حرفة وصناعة حرموا الذين يستحقون الزكاة، حرموا الذين يستحقونها. وانا من هذا المكان افتي بان الموظفين عندنا من اول الدرجة 7 والثامنة فما فوقها هم اولى الناس بالزكاة، هم اولى الناس بالزكاة. وفي العام القادم سنفتي بأن الموظفين من الدرجة 6 والخامسة يستحقون الزكاة، إن لم يطبق القانون 83 وعليه العوض في 83، وعلينا أن نقرأ السورة 83 وهي سورة ياسين، ففيها 83 آية نسأل الله أن يفرج بها كروبنا. معشر السادة، هذا رمضان قد ولى وقد اشعلنا فيه البيوت نارا. في رمضان، في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر القرآن، في شهر بدر، في شهر الفتح، في شهر القدر، بينما
تطالعنا الصحف بأن فتاة ألمانية غربية قرأت الإسلام والقرآن وآمنت بالله ورسوله. هذه الفتاة كان اسمها مارتينا، فلما أسلمت سمت نفسها ماذا؟ سمت نفسها رشا، سمت نفسها نانسي، سمت نفسها سهى، سمت نفسها رهام، سمت نفسها مرهام، سمت نفسها فاطمة الزهراء، سمت نفسها فاطمة الزهراء. مارتينا جاءت من ألمانيا لتعلن إسلامها وسمت نفسها فاطمة الزهراء، لم تسم نفسها باسم من أسمائنا التي جرينا وراءها. وسألوها ما الذي يعجبك في الإسلام؟ قالت يعجبني في الإسلام أن أقف بين يدي الله 5 مرات في اليوم أصلي لله، فالصلاة فيها الخشوع كله، وفيها الأخلاق كلها، وفيها النظافة كلها. ويعجبني في الإسلام أن أصوم لله. قالوا لها لماذا؟ قالت لأن الصيام يربي الضمير في النفس، لأنه سر بين العبد وربه. قالوا لها فما مثلك الأعلى في الإسلام؟ قالت خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، هذا مثلها الأعلى، خديجة وفاطمة، خديجة وفاطمة. أما مثل نسائنا في هذه الأيام، صوفيا لورين، سيمون دي بوفوار، غير هذا مثل شبابنا، شارل شابلن، أبطال الكرة، أبطال اللعب. انظروا إلى العقلية الغربية إذا دخلت الإسلام، مثلها الأعلى خديجة، خديجة، خديجة وفاطمة، وسمت نفسها فاطمة. يا معشر الإخوة، عودوا إلى دينكم، دينكم عظيم. الغرب يدخل الإسلام، الشرق يدخل الإسلام، وأهل الإسلام في بعد عن الإسلام. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اجعل هذا الشهر الراحل الكريم شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. يا رمضان، سلام عليك في الأولين، وسلام عليك في الآخرين، وسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اصعد إلى ربك بسجلات العباد واسأل الله لنا العافية. معشر السادة، لقائي بكم في صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والنصر والبركات، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.